سي محمد غازي رئيس فيدراليه محمد يزنتا للفروسيه التقليديه. سي محمد دين كنستضفوك في اطار الحوارات اللي كيجريها جريده محمديه لايف مع واحد مجموعه ديال الشخصيات والجهات الفاعليه. اليوم بطبيعه الحال غنتكلموا معك في الميدان ديالكم اللي هو ميدان الفروسيه. سمعنا بانه غتكون هناك واحد التظاهره بتاريخ 16 ما بين تاريخ 16 و 28 في الشهر الحالي يعني شهر يونيو. بانك تعطينا شي فكره لعند سي محمد حول هذا التظاهر. بالفعل احنا في اطار الانشطه ديالها والبرنامج المسطر ونزول عند رغبه مجموعه من مقدمي الخيال المنتسبين في فيدراليه محمد يزنتا للفروسيه التقليديه، تقدمنا بطلب للجهات الماليه بما فيها المجلس البلدي المحمديه والسلطه في شخص عمله المحمديه من اجل اقامه تظاهر الفروسيه التقليديه. وامتى تقريبا سي محمد هذا الطلب وضعته؟ احنا تقريبا وضعنا الطلب في شهر ابريل كان تمثل التاريخ ديال 18/23 يونيو. وتوصلتوا بشي ترخيص في هذا المجال ولا؟ لا حاليا ما قمتش خصنا حتى شي ترخيص. انما كنتظروا تمام مازلنا كنتظروا. غير سي محمد الغريب في الامر انه كنتم كفيدراليه وضعتوا واحد المده زمنيه سابقه باش تحصلوا على ترخيص. وحنا دابا بلغ الى علمنا انه النائب السابع اللي هو سعيد عابد كيسلم واحد الترخيص لحوالي 18 مقدم سربا في الوقت الذي كيتم فيه ربما هذا الاقصاء ديال الفيدراليه ديالكم. شنو هو رايك في هذه القضيه سي محمد؟ وبالفعل حنا كفيدراليه محمد يزنتا الفروسيه التقليديه تقدمنا الطلب الموافقه للمجلس البلدي ولا زلنا ننتظر الى يومين. انما بالمناسبه لابد الاشاره الى ان السيد رئيس المجلس البلدي المحمدي سي محمد المفضل مشكور في اطار تدويب الخلافات مع الفيدراليه ديال البيضاويه تم ترتيب واحد اللقاء لجمع بيناتنا بالحضور ديال السيد الرئيس ما بين شخصي محمد غازي كرئيس فيدراليه محمديه زناتا الفروسيه التقليديه وما بين السي محمد الضاوي كرئيس فيدراليه البيضاويه الفروسيه التقليديه وتم تدويب الخلافات وتم اتفاق امام السيد الرئيس على انه جميع التظاهرات التي تقام فوق التراب المحمديه يجب ان تنظم بموافقه الفيدراليتين معا. انما نستغرب كما كتستغربون محمديه لايف لواحد الوثيقه مسلمه من طرف النائب السابع للسيد رئيس المجلس البلدي وكيخاطب فيها مجموعه ديال المقدمين. حنا في اطار اللقاء اللي تم مع الحاج محمد الفضل تم اتفاق على انه جميع التراخيص تسلم للفيدراليتين التي يجب ان يتعامل معها في اطار تعامل مع هيئات المجتمع المدني ولا يجب التعامل مع اي كان لانعدام الصفه وتم اعطاء التعليمات ديالو للمصالح المخصصه قصد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. انما واحد المجموعه ديال الاشخاص حاملين واحد الوثيقه موجهه الى مقدمي السراب من وقع من طرف النائب السابع موجهه الى مقدمي السراب بصفه وكتزكيهم الفيدراليه البيضاويه وتم اقحام مجموعه ديال المقدمين الصوره الخياله اللي كينتميو للفيدراليه المحمديه زناتا الفرنسيه التقليديه وتم اقحامهم بطريقه توحي على انهم كينتميو للفيدراليه البيضاويه. هنا كنطرحوا مجموعه ديال الاسئله. اولا المجلس البلدي المحمديه والمصالح المختصه بتسليمها بين المزوجتين ترخيص مذكور لمجموعه الاشخاص الذاتيين هذا خطير لانه يضرب في عمق فلسفه وروح دور المجتمع المدني وهيئات المجتمع المدني ودور ديال الجمعيات في اطار التوعيه وتنظيم ديال المجتمع. سي محمد اسمحي غادي نقاطعك، هذه القضيه ديال بغينا نعرفوا اولا هذا اللقاء اللي حاول يجمعكم ما بين السيد الرئيس المجلس البلدي في اطار واحد العمليه صلح بينكم وبين الفيدراليه الاخرى، انت كان وقع حول المده ديالو تقريبا؟ يوم 14 شهر ابريل الخميس على ما اتذكر غيكون يوم الخميس 15 ابريل. يعني ومن بعد هذا التاريخ كيجي السيد النائب السابع وكيسلم هذا الترخيص. هذا يعني نوع من التناقض ما بين الاقوال ديال السيد الرئيس وما بين التصرف ديال السيد النائب السابع. تمام بالفعل هذا تناقض وحنا كنسالوا واش بالفعل السيد الرئيس واللي بلغ على العلم ديالنا انه السيد الرئيس عطاه بالفعل عطى التعليمات ديالو. انما كيتضح دابا بانه التعليمات ديالو ما توجهش في المكان الصائب وتحاولنا نتصلوا بهذا العضو السابع ومشينا عنده تقريبا اسبوع
هنا كنمشيو عندو، واخا اليوم اش غنديرو غدا غادي نتفقو، دابا نعيطو على الدار ويرجع داك الترخيص اللي خدا وغادي نصوبو هادشي، ولكن بعد مرور اسبوع لا زال الوضع على ما هو عليه، سلموا الترخيص المذكور للناس اللي عطاو، وحنا كنتبرؤوا من دوك الناس، وهاد الناس هادو على ذكر هاد الناس، هادو مجموعة ديال الأشخاص كيعتبروا رفوسهم على ما كيقولوا، أنهم ما كينتميو لا الفيدرالية المحمدية ذات الكرسي التقليدية، ولا الفيدرالية البيضاوية، وحنا في هاد الصدد حنا هاد الناس اللي كنعرفوهم، وكنعرفوا المآرب ديالهم والأهداف ديالهم، وكنعرفوا كذلك الجهة اللي تابعاهم، الجهة اللي موراهم حنا كنعرفوها. انما حنا كنلوموا المجلس مصالح الجماعه بالتعامل ديالها مع اشخاص ذاتيين واستبعاد اشخاص معنويين جمعيات اللي من كلها الدور ديال تعطيل المجتمع، وجا الدستور ديال 2011 اللي كيكرس دور المجتمع المدني، وجا مؤخرا تعليمات صاحب جلاله محمد السادس نصر الله للسيد رئيس الحكومه اللي كيطالب منه انه جاء يوم 13 مارس من كل سنه هو عيد وطني للمجتمع المدني. في ظل جميع التعليمات وجميع هاد المراسم اللي كتخرج كنشوفوا المجلس البلدي لا زال كيشتغل بواحد الطريقه حنا نعجز ان نوصف بها. غير جعل لسانكم السي محمد بانه اتصلت بالنائب السريع، انا فهمت كاين واحد النوع ديال الا بغيت نقول ديال التماطل، يعني او يعني سيد لقى راسو طرد في واحد الملف ربما اللي هو ملف كبر منه، واش ما حاولتيش تشوفوا مع الرئيس حول التناقض بيناتهم؟ للاسف ما استطعناش ان نربطوا الاتصال، انما هضرنا مع السيد الرئيس ولا عن طريق هذا قلت له دير السيد النائب عطى التعليمات ديالو باش يعني ينفذوا ذاك ما تم الاتفاق عليه امامه. سي محمد ما كتشوفش بانه من المعلوم ان الدوله اتخذت واحد المجموعه ديال الاجراءات الصارمه لتسويق البارود، يعني كتعرف بانه المجالات ديالو استعملت واحد القضايا ارهابيه اللي هي خلفت واحد الاثر بالغ في نفوس المغاربه ككل خلف الضحايا، وكنشوفوا النائب السامع بجرات قلم كيسلم الاشخاص ذاتيون، يعني ممكن انه ملي عطاوه الترخيص راه عطاهم البارود، واش ما كتشوفوش انه كيشكل هذا الشيء الترخيص واحد الخطوره بالنسبه عنا؟ ما يمكن نوضحوا هنايا على انه الترخيص كيعطي السلطه ما يعطيش الجامعه، الجامعه ربما كتعطي يبدا الراي تعطي الموافقه ديالها، ولكن الترخيص كيعطي السلطه غير صحيح الاوضاع، لانه الجماعه ما عطاش حتى شي بدليل انه في الاخير ديال ما اطرح عليه بالترخيص تصدر اشاره الى انه يجب الترخيص ولا موافقه بعد موافقه السلطات المختصه، بمعنى انه الترخيص كتسلمو السلطات هذيك اي موافقه. حنا في فيدرال محمديه زنات الفرسيه التقليديه عندنا الترخيص ديال مول الارض، حنا عندنا موافقه وترخيص ديال صاحب الارض غير مجرد الايضاح. انما بالفعل انه ملي كنشوفوا المصالح الجماعه المحمديه كتعطي واحد الوثيقه وكتعامل مع واحد الشخص ولا واحد الفيدراليه بعينه مجموعه ديال المقدمين وكتستثني واحد الاطار مهيكل ديال الفيدرال المحمديه ذات الفروسيه التقليديه، فهذا وكتمشي كتخالف التعليمات اللي عطاها السيد الرئيس، فهنا كنوضعوا حنا علامه استفهام، واش تعليمات السيد الرئيس ما تلقاش الاذن الصاغيه، واش مجموعه الانسان اللي كطرح نفسها، كذلك تضمين مجموعه ديال المقدمين كينتميو للفيدرال المحمديه ذات الفروسيه التقليديه واستثناء اخرين، هذه مساله خطيره، لانهم اللي حدوا هذه المصالح ديال الجامع بحد واحد اللائحه، داروا واحد اللائحه للاشخاص اللي بغاو واستثناو مسائل اخرى، وهذه مسائل خطيره، مسائل خطيره، علاش؟ لانها كتمس بحقوق ديال دوك مجموعه ديال المقدمين، وكتحط على واحد النعره ديال التفرقه. ديال ابناء القبيله، وهذا الشيء هذا ما لا يمكن، احنا معروف انه قبيله زناته الاستعمار وما قدرش يفرق بيناتنا، ونجيو في ديال الاستقلال وبجرد قلم واحد الوثيقه كتجي كتحط اشخاص وتستثني اشخاص اخرين، فهذه كتحرض على نوع ديال العداوه ما بين افراد ديال الخياله وما بين افراد القبيله. غير اللي سمعنا السي محمد على لسان بعض المقدمين ديال الصربات تيقولوا بانهم هما تنتميو للفيدرالي ديالكم، ورغم هذاك الشيء انه تم الاقحام ديال الاسماء ديالهم، وربما شي العدد ديالهم سبعه الاشخاص، يعني ربما بدون اتفاق معهم او كذا وكذا. بغينا نعرفوا هذه النقطه السي محمد، انه الناس تنتمي لك وكيصبحوا اشخاص ذاتيين، في كاين المشكل؟ تماما، انا كنعرفوا ونعرفوا هاد الناس تتبناوهم، مشاو حطوهم مع متاو الناس اللي حطوا واحد المجموعه ديال المقدمين تابعين الفيدرال المحمديه زناتها الفلسفيه، يعني عندهم الاطار ديالهم وكيفتخروا بالانتماء اليه وكي يعني كيخو كل واحد كيطاول على التنظيم ديالهم كيخو في الوجه ديالو، فهاد الوقت هذا اللي كيتم الاقحام ديالهم لواحد الفيدراليه اخرى، فهنا حنا كنوضعوا علامه الاستفهام.
بغينا كان سمح لي اذا كان ممكن تعطينا العدد ديال هاد المقدمين اللي تم الترخيص ديالهم، العدد الاجمالي، والناس اللي منتمين لك العدد ديالهم تقريبا شحال اللي خدوا اللي قحموا اسمعني. ما عنديش شخصيا، ما عنديش الارقام مضبوطه، ولكن ربما كيتضح انه كاين شي خدمه دي المجموعه ديال دوك الاشخاص اللي فايت تكلمنا عليهم، الاشخاص الذاتيين كان مزعمهم شي اشخاص اللي ما هما مقدمين على سبيل الذكر، ما هما مقدمين ما هما رؤساء الجمعيات، اشخاص حنا كنعرفوهم وكنعرفو شكون دافعهم وراهم ولا هدفيهم، هادو شدوا واحد المجموعه ديال واحد الوثيقه وكيدوروا على بعض المقدمين وكيقول لهم حكا غادي نديروا واحد التدور. فيهم بعض الاشخاص اللي وافقوا وفيهم بعض الاشخاص اللي ما وافقوش ليهم، يعني هو بعض الاشخاص اللي مقدمين المقدم ديال الملقي كيقول ملي كيكون يعني تدهوره عندو في الدوار ولا في المرح كما كيسميو هما القيل، ملي كيكون داخل يعني في التراب ديال ديك البلاصه ديالهم فضروري كيشاركوا فيه. وهنا الخطير ماشي هو هذا، الخطير هو استثناء اشخاص اخرين، يعني تضمين بعض الاشخاص وربما واستثناء اشخاص اخرين. حنا المشكل عندنا في الاستثناء، حنا ما عندناش مشكل في الاشخاص ولكن عندنا في المشكل ديال الاطراف اللي تم استثناؤها، وهذا كينوض يعني الفتنه، علما ان احنا ناس وحدويون و يعني لا يجب يعني المجلس بعد التسليم ديالو لهذ الوثيقه هذا، فهذا المجلس هنايا كيحاول يخلق واحد النوع ديال البلبله ما بين افراد ديال القبيله، والتذكير فان يعني المغرب هو في امس حاجه لم الشمل ديال جميع الابناء ديالو، ماشي افاد بعض النقاط اللي يمكن ليها تثير النعره ديال التفريقه ما بين افراد القبيله. على ذكر التفريق زي محمد، الملاحظ حسب اللي بلغنا من بعض الاشخاص انهم دائما انتم فيما كتحاولوا تنظموا بعض التظاهرات الا كتلقى واحد الصعوبات، نوع من الصعوبات في الوقت الذي كتشوف واحد الرئيس ديال الفيدرالي اخر كيلقى كل شيء الورود مفروشه امامه، الوقت اللي كيحتاج ربما هو تيفرض حتى التيرانات ولا الملاعب ولا ديال الحلبات كيختار هو. بغينا نعرفوا شنو السبب هذا الاقصاء ديالو. بالفعل اولا حنا نستذكر ما قامت به مصالح الجماعه بتسليم هذاك المقصور عليه ترخيص للاشخاص الذاتيين، ونتبرأ من جهه المسلم لها ومن الجهه التي قامت باقحام مجموعه المقدمين لهم اطار جمعوي ينبغي يعني احترامه وعدم التطاول عليه. كما انه يجب اللي بغيت نقول في هذه الاشاره، يجب دعم والحفاظ على المورود الثقافي، ولا يجب باي حال من الاحوال تسييسه او اقحامه في حسابات سياسويه ضيقه، لاننا نعتبر ان الفروسيه هو ملك لجميع ابناء القبيله ولجميع ابناء الوطن. للاسف مجموعه ديال الاشخاص، وقلتوها على لسانكم، مجموعه القضاء تبين لنا بان الامور هي مسيسه. اذا جينا نشوفوا ان الطرف ربما الطرف الاخر ولا الفيدرالية الاخرى كيترأس واحد مستشار جماعي، وحنا ما عندناش انتماء سياسي، الى حد الساعه ما عندناش انتماء سياسي، ربما الصراع السياسويه الضيقه كتخلق بعض الهفوات، وحنا كنترفعوا على المساله وكنعتبروا ان الفروسيه التقليديه يجب ان تترفع وتبقى في منأى عن جميع الخلافات والسياسات، يعني الخلافات السياسويه الضيقه. من غير كما قالوا الانتماءات السياسيه كاين حتى العلاقات الخاصه، الملاحظ انه انا غادي نكون معك شويه صريح ربما باش تهرب تقرب من الجواب، هو الملاحظ كذلك بانه هذا الشخص ولا هذا الرئيس الفيدرالية انه تطرت واحد العلاقه قويه مع واحد مجموعه ديال رجال السلطه المحليه بمدينه المحمديه، ومحمديه الطاقم محمديه لايف لاحظ هذه القضيه وتيشوف مجموعه ديال الاشخاص كيجتمعوا معاه في المقهى ديالو. هذا صريح لك، واش هذه العلاقه هي كتدخل من غير انتماءات سياسيه؟ ربما تقول لكم انتم كصحابه، حنا ما كت انا صراحه ما كيهمناش علاقات، والعلاقات ضروري، انما حتى لو كان هذه العلاقات ديال السلطه ولا شي حاجه، السلطه حنا كنطالبوا انها تكون كترفع على هذا المستوى وتبقى تاخذ من اخر الحيال الدور ديالنا مع السلطه، ولا الشيء اللي كنحثوا به السلطه ان السلطه تبقى في منأى عن جميع الصراعات ما بين الاطراف وتاخذ موقف ديال الحياه، شي كنطلبوا من العلاقات ضروري العلاقات. انا عندي في اطار حدود تماما، انا عندي صاحبي قائد ولا صاحبي باشا ولا صاحبي ما كتبرعش ليا، يعني من الصفه ديالي كرئيس فيدراليه ما كتمنعنيش انني تكون عندي علاقات خاصه، ولكن اللي كنمنع تماما هنا كنبغيو نحطوا الاداره الترابيه ولا السلطه المحليه في التعامل معها في جميع، ماشي في الميدان هذا، في جميع التعاملات
ربما هنا غنوضع انا الكاسكيت الاخرى اللي عندي هي الكاسكيت كحقوقي، كنطالبوا يعني التعامل بالمساواه، الدور ديال المساواه في جميع الهيئات، هادشي اللي كنطالبوا. لا غادي نرجع لك اسمح لي، العلاقه حنا حتى هنا كنميزوا بين العلاقات الخاصه والعلاقات العامه، يعني ما خاصش يكون هنا واحد التداخل بيناتهم، ولكن انه جميع السكان ديال عين حروده في واحد التظاهره سابقه شهدوا وتعرفوا بانه يعني واحد اللجنه مشكله مجموعه من 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 من, من الاقسام انه سلم الترخيص لواحد الفيدراليه، لهذا رئيس الفيدراليه على اساس باش يدير واحد الحلبه، وكيرفض هذيك الحلبه وكيحتج وكيتجتمع لجنه بالليل بالعماله وكتعاود تغير ذاك الترخيص وكتسلم ترخيص اخرى للحلبه اللي بغاه هويا. حنا هنا كتبان لنا بانه كاين العلاقات كتلعب دور. باش انتم عندكم شي حاجه ربما لما هنا ك يعني ك انا عرفت انتم بغيتوا تحيوا واحد التظاهره سابقه تقريبا عندها شي 3 سنين هذه باش كانت تقام تخرى بجامعه عين حروده، وبالفعل مشات السلطه انه كتحت على انه غيكونوا جوج الحلبات. من جهه كنسولوا علاش قال لكم ديال الاتفاق ديال الصراعات شفناهم، لان احنا وان كان اختلفنا في الاختيارات ديالنا واختلفنا في الرؤى راه ما كان الاختلاف ديالنا ويعني ودرنا القاطع سميتو اختلاف مع الفيدرال البيضاويه، حنا فيدرال المحمديه زناد البرتيده وكاين جوج الاطارات، وان كان انا اختلفنا فحنا ما كاينش الاختلاف ما كيمشيش الى حد القاطع، بمعنى انه راه في هاد الفيدراليتين راه كاين اشخاص كينتميو للفيدراليه وعندهم خو ديالهم ولا ولد عمهم ولا خالهم كينتمي للفيدراليه الاخرى، يعني اذا اختلفنا في التدبير ديال الامور راه ما كنمشيوش الى حد القاطعه. وهنا صرحنا بالفعل ان احنا الاستعمار ما فرقش بيناتنا، وما يمكنش انه يضحكوا علينا القبائل، لان المحمديه تفرقوا ولا عندهم جوج حلبات، وحاولنا انه بلغنا السيد العام الانذاك اللي كان على ما اظن كان العام السيد درس، بلغنا على انه اذا كان الامور غتمشي في الاتجاه هذا فانا كنحاول كاع نساعدو ولاجل وحداتي القبيله. اسمع عبد الرجاء معاك التظاهره اللي غتقام ب 16 ما بين 16 و22 يونيو الجاري. بغينا نعرفوا تقريبا المكان اللي غادي فيه الحلبه اللي غتكون فيها التظاهره ديال الفروسين. حنا كما سبقت الاشاره ما عندناش اشكاليه في المكان ولا في الزمان، بقدر ما عندنا اشكاليه ديال الاشراك وتنفيذ ما تم التزام به امام السيد رئيس المجلس المحمديه، على انه جميع التظاهرات يجب التنسيق ما بين الفيدراليتين. حنا ما عندناش مشكل انه يدير الحلبه ديال المرجان، بالعكس حنا حاطين الطلبه ديالنا في الحلبه ديال المرجان، ولكن الحلبه ديال المرجان كنا كنقولوا على ان الحلبه ديال المرجان اللي هي الارض المجاوره للمركز التجاري مرجان هي ارض لا تستوعب الطاقه الاستيعابيه ديالها، ما غتحملش هنا جميع الصوره اللي باغيين يشاركوا. ثانيا الموقع ديالها على انها في الجانب ديال الاوتوروت ديال طريق السيار، من 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 شانه انه يثير بعض حوادث سير لا قدر الله، علما ان السيار طريق السيار سائق كيتم غادي يهزم اويلته ربما بالسرعه القانونيه هي 120 كم في الساعه، كيتم غادي على ما عارفين كالي كيتفاجئ بطلقات ديال البارود، ربما هذه الطلقات غتخلق ليه نوع من الارتباك وهذا القمر. حنا كنهضروا من الناحيه الامنيه. ثانيا ما كاينش تما كيفاش غيربطوا بالتزويد الماء والكهرباء. ثالثا هذوك الخيل حنا معروفين ان الخيل في التظاهرات خصهم يعوموا، طبيعي شيء طبيعي من تما ذوك الناس اللي كانوا تما الفروسيه غيهبطوا الخيل ديالهم والحيوانات ديالهم للبحر، وحنا عارفين حنا دابا في افتتاح فصل الصيف والحمله اللي كتقوموا بها المصانع الخاصه من اجل شواطئ نظيفه، هذوك الخيل غيهبطوا للبحر يعوموا، فهنا كتناقض لانه يضر بالبيئه. ما يمكنش ان المواطنين كيحجوا لمدينه المحمديه من اجل الاصطياد والاستحمام في الشواطئ، وفي نفس الوقت كيجيو الخيل كيمشيو يستحموا في داخل البحر، فهنا كنلقاو نوع من التناقض. ومن الناحيه البيئيه كنقولوا ومازال كناكدوها على انه الحلبه لا من الناحيه الامنيه ولا من الناحيه الصحيه ولجميع النواحي، الحلبه اللي تليق وتظاهر ديال الفروسيه هو حلبه المجاوره من معب بشير، ولكن ما عندنا حتى اشكال في جميع الطرق. حنا كون جلسنا مع السلطه وشاونا على المحل نقولوا وجهه النظر ديالنا، وديك الساعه السلطه واسع النظر ان تاخذ الاجراءات اللي تراها مناسبه. سي محمد في الاخير غنطلب منك تعطينا كلمه في الموضوع او شي طلب اللي نتوما او شي حاجه اللي حنا ما حاولناش نطرقوا لها. لا تبارك الله عليكم، كنتوا في خلال الاسئله ديالكم كنتوا شاملين وعلى درايه، اللي تبين على درايه بالشان الفروسيه خصوصا.
وجبتهم وقت اللي حاول ربما نزل عليه واحد المجموعه ديال الزمان، ولكن تبارك الله عليكم كنتوا في المساواه، كنتوا عندكم ثقافه، عندكم درايه على كل مال. هنا اللي كنبغي نقوله هو انه المطلوب في السلطات، لا في المجلس ولا في السلطات الترابيه، يكون عندها موقف ديال الحياد وتعامل مع جميع هيئات المجتمع المدني ومع جميع الاشخاص على قدم المساواه، حتى لا نصير في التفرقه وما تكونش انه هما اللي غيكونوا سبب في التفرقه، لاننا نرى ان ما نسعى اليه توحيد الصف، والمغرب هو في حاجه ماسه الى توحيد جميع الابناء ديالو، وكفانا من الصراعات ومن الحاجزات السياسيه. نحن نرى ان الفروسيه يجب ان تترفع، هذا ميزاننا كنشتغلوا فيه كدورنا كفاعلين في المجتمع المدني، يجب على هذا الدور ديال الفروسيه انه يبقى في من او يبقى بعيدا عن الصراعات السياسويه الضيقه، لان نعتبر ان الفروسيه هي ملك محليا، هي ملك لابناء قبيله ذاتها، ووطنيا هو ملك وتراث وطني، ملك للمغاربه جميعا، يجب ان نسعى ونحن نسعى ويجب ان نحافظ عليه كل من مكان. حنا بدورنا كنتمنى لكم التوفيق سي محمد، انتم كفيدراليه المحمديه ولا حتى الفيدراليه الاخرى، لانه المطلوب هو كما قلتي هو الفرجه لجميع المواطنين بصفه عامه وساكنه المحمديه بصفه خاصه. شكرا لكم سي محمد. شكرا محمد.